السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حنكمل حل الوحدة الخامسة والأخيرة من كتاب التمارين للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. بس يا ريت قبل ما أبدأ في الحل لأطلب من كل اللي بيشاهد هذا الفيديو ينزل أسفل الفيديو ويضغط على زر الاشتراك أو كلمة سبسكرايب اللي بالأحمر عشان يشترك في القناة ويوصله جميع الشروحات وجميع حلول هذا الكتاب. ويلا نبدأ. بسم الله. In page number 95. Okay, عندنا activity number 1. Listen and practice. للطالب أنه هو يستمع إلى هذه المحادثة ويتدرب على قراءتها. حنقرأها بشكل سريع لأنه كله موجود في كتاب الطالب، شرحناها بالتفصيل. Hello, Hashim. رد عليه هاشم. Good morning, Ali. Where is Jack? رد علي. He can't come. يعني لا يستطيع أن يأتي. He is helping his brother. إنه يساعد أخاه. هنا في هذا الديالوج أو المحادثة. This is my friend عمر. طبعا يعرف عمر على صديقه ويقول هذا صديقي عمر. رد عليه Nice to meet you عمر، يعني سررت بلقائك يا عمر. رد عليه عمر Nice to meet you too، وأنا أيضا سررت بلقائك. Ready؟ هل أنتم مستعدون؟ Let's go to the new computer store. هيا لنذهب إلى مركز الكمبيوتر الجديد. Okay؟ ننتقل إلى الصفحة التالية. In page number 96, activity number 1, listen and chant with trace and write. على الطالب أن هو يستمع إلى هذه المحادثات ويكمل الفراغات ويتدرب على كتابة الكلمات. هنقرأ It is morning. إنه الصباح. Good morning. Good morning to you. How are you? How are you؟ إذن حنكتب هنا في الفراغ are you، حتصير كلمة how are you. It is so nice to see you. سررت بلقائك. طيب It is afternoon. إنها الظهيرة. Good afternoon. حنقول في الظهيرة good afternoon. Good afternoon to you. Here is homework. إنه وقت كتابة الواجب. More homework for you. إذن حنكتب كلمة homework هنا. It is evening. إنه المساء. Good evening. نقول good evening. Good evening to you. It's play time. يعني إنه وقت اللعب. And bath time. ووقت الاستحمام. And bed time. ووقت النوم. For you. Good night. Good night. Good night to you. إذا حنكتب كلمة good night هنا. كي ننتقل إلى activity number 2، بقولنا activity match and write، يعني حنوصل كل كلمة، حنختار كل كلمة مناسبة ونحطها في الفراغ. طيب هنا it is morning. إنه الصباح. Let's إيش حنختار في الصباح؟ طبعا شايفين صورة الباص المدرسة ورايحين الطلاب إلى المدرسة. إذا حنقول let's go to school. إذن حنكتب في هذا الفراغ go to school. إذن it is morning. Let's go to school. And number two. It is afternoon. إنه الظهيرة. Let's ماذا نفعل في الظهيرة؟ هذا الولد يأكل غداءه. إذن let's eat lunch. حنكتب eat lunch هنا. It is evening. إنه المساء. هذا الولد يشاهد التلفاز. إذن let's watch TV. حنكتب كلمة watch TV هنا. اوكي ننتقل الى الصفحة التي تليها. في هذه الصفحة عندنا الطالب لازم يتدرب على قراءة هذه الكلمات وكتابتها طبعا بالصورة الصحيحة. حنبدأ بactivity number 1، listen and chant with trace. حنقرأ we are playing. We are cycling. Okay, playing نلعب، cycling نركب الدراجات كما في الصورة هنا. Our friends أصدقاؤنا are here. إنهم هنا. And laughing يضحكون. They are jumping يقفزون. They are cycling يركبون الدراجة.
as happy as can be. Okay? There is Omar. He is walking. هذا عمر وإنه يمشي. His friend Ali is talking. وصديقه علي يتحدث. He is laughing. يضحك. He is not cycling. إنه لا يركب الدراجة. As happy as can be. Are you playing? Are they cycling? هل أنتم تلعبون؟ هل هم يركبون الدراجة؟ We are not playing. نحن لا نلعب. They are not cycling. وهم لا يركبون الدراجة. We are talking. نحن نتحدث. We are talking. نحن نتحدث. As happy as can be. Okay. ننتقل إلى activity number 2. هنا عنا في حل. Look at the picture and write. Okay. حنطلع على الصورة وحنكتب الجمل المناسبة. They are sitting. They are sitting. They are pointing. هنا هدول الفتاتان جالسين وشايفين أصابعهم بيأشروا على شيء معين. إذن الجملة الأولى they are sitting والجملة الثانية they are pointing. طيب هل هم يكتبون؟ لا. إذن they are not writing. لا يكتبون. هل هم يركبون الدراجة cycling؟ لا. إذن حنقول they are not cycling. Okay. ننتقل إلى الصفحة المقابلة. On page number 98 نروح لactivity number 1. هنا برضو listen and practice على الطالب إن هو يقرأ هذه المحادثات ويتدرب على قراءتها وكتابتها. Where is he؟ أين هو؟ He is at home. إنه في المنزل. Is he sitting? هل هو جالس? Yes, he is. إذن عندما يبدأ السؤال ب is he حتكون الإجابة ب yes no question إما yes أو no وحنرجع نكتب he is. Is he playing? No, he is not. Is he watching TV? Yes, he is. Now it's my turn. Now الآن هو دوري. Okay. إذن حنقرأ هذا المحادثة ونتدرب عليها. في activity number 2 ask and answer then write. حنسأل ونجيب ثم نكتب. أوكي هنا طبعا حنسأل حسب الصورة التي أمامنا. عندنا كلمة reading. حنسأل هل هذا الولد يقرأ؟ Is he reading؟ هل هو يقرأ؟ طبعا no. No he is not. أو no he isn't. طيب نروح إلى الصورة الثانية. هذا الولد جالس لكن كلمة مكتوبة أمامنا running يعني يجري. حنسأل is he running؟ هل هو يجري؟ طبعا حتكون إجابتنا no he isn't يعني لا يجري. نروح لـ number 3. حنلاحظ هنا يوجد أكثر من ولد فما حنسأل بـ is حنسأل بـ are. Are they standing? هل هم واقفون? Yes, they are. Yes, they are. Okay, حنجيب برضو إجابتنا حتكون ب they are. Okay, في number 4 هدول الطالبات طبعا بيقرأوا أو بيأشروا بس هنا مكتوب watching TV إن هم يشاهدوا التلفاز لهدول الفتيات. طبعا لا. إذن Are they watching TV? Are they watching TV? حتكون الإجابة No, they are not. Okay? ننتقل إلى page number 99. In page number 99, activity number 1 بيقولنا listen and chant, trace and write. حنستمع ونكرر ثم نكمل الفراغات. Apples are sweet. التفاح حلو المذاق. Lemons are sour. الليمون حامض. Cherries are sweet. الكرز حلو المذاق. They are not sour. ليست حامضة. My soup is hot. الشوربة ساخنة. Ice cream is cold. الآيس كريم بارد. Rice is hot. الرز ساخن. It is not
cold. ليس بارد. Ships are salty. الشيبس مالح. And they are tasty. ولذيذ. Let's eat. Okay. ننتقل إلى activity number 2. Write about food. يعني اكتب عن الطعام ويuse these words. هنستخدم هذه الكلمات اللي مكتوبة هنا عشان نكمل الفراغات. Number 1. عندنا هنا كلمة tasty يعني لذيذ. Sweet حلو المذاق. Sour حامض. Salty مالح. Hot ساخن. وcold بارد. هنشوف كل جملة إيش الكلمة المناسبة ليها. Number 1. Lemons are. الليمونز طبعا حامض. إذن sour. هنكتب كلمة sour في الفراغ. Sandwiches are. Sandwiches بالنسبة لنا tasty. لذيذ. هنكتب كلمة tasty هنا. Okay. Cookies. Number 3. Cookies are. هنقول sweet. حلو المذاق. Number 4. كبسة is. ممكن نقول salty وممكن نقول hot حسب انتم ما بدكم. ممكن نقول ان الكبسة أكلة مالحة وممكن نقول عنها انه هي ساخنة. Okay. ننتقل إلى الصفحة التالية. Okay. In page number 100 نبدأ بactivity number 1. Listen and practice. على الطلاب ان هم يسمعوا لهذه المحادثة ويتدربوا على قراءتها. Okay. هنبدأ. It is cold or hot. Okay. في هذه المحادثة هذا الطالب بيسأل هذا الطالب عن صفات معينة لشيء لازم هو يحذره. Okay. بيسأله هل هذا الشيء cold بارد أم ساخن؟ رد عليه It is cold و It is a fruit. هو بارد وهو فاكهة من الفواكه. ثم سأله What color is it؟ يعني ما لونه؟ رد عليه It is yellow. إنه أصفر. ثم سأله Is it sweet or sour؟ هل هو حلو أم حامض؟ رد عليه It is sour. إنه حامض. قال له I know it's a lemon. يعني عرفته هو الليمون. رد عليه That's right. صحيح. Do you want one؟ هل تريد واحدة؟ قال له No thanks. لا شكرا. I don't like lemons. أنا لا أحب الليمون. I like oranges. أنا أحب البرتقال. Okay. إذن حيتدرب الطالب على قراءة وكتابة بعض كلمات هذه المحادثة. ننتقل إلى activity number 2. In activity number 2, answer the questions about your favorite food. يعني أجيب الأسئلة عن الطعام المفضل. Favorite تاني المفضل لديك. طعام المفضل لديك. طبعا هذه كل واحد إجابته هتختلف عن التاني. كل واحد حيجيب بالطعام المفضل لديه. طيب Is it cold or hot؟ طبعا أنت حتحط طعام مفضل في بالك أو في رأسك وحتبدأ حيسألك بعض صفات هذا الطعام وأنت حتجاوب وهو لازم يعرف إيش هذا الطعام. بسأل هل هو بارد أم ساخن؟ أنت مثلا ممكن أنا أكون بدي أتكلم عن شوكولات عن الشوكولاتة. حقول عنه It is cold. حجيب هنا It is cold. حيسأل Is it salty or sweet؟ هل هو مالح أم حلو؟ أنا حجاوب بما أنه chocolate شوكولاتة حتكون It is sweet. إنه حلو. Is it sour؟ هل هو حامض؟ حقول No, it is not. ليس حامض. طيب What color is it؟ إيش لونه؟ طبعا chocolate عادة بتكون brown فحقول It is brown. بسأل السؤال الخامس Is it tasty؟ هل هو لذيذ؟ طبعاً هقول Yes, it is. إذن نعم إنه لذيذ. هيقول لي Write your favorite food. هنكتب إيش الطعام المفضل اللي أنا كنت مختاره هو الشوكولات. هنكتب هنا شوكولات. طبعاً ممكن واحد تاني يحط مثلاً حاجة تانية زي السوب مثلاً شوربة.
هنقول is it cold or hot؟ العادة الشوربة تكون hot، هنقول it is hot. Is it salty or sweet؟ الشوربة بتكون salty، هي أكلة مالحة وليس أكلة حلوة. Is it sour؟ هل هي حامضة؟ هنقول no it is not. طيب what color is it؟ حسب الشوربة تبعتك، ممكن تكون white، ممكن تكون orange، ممكن تكون red، حسب الشوربة اللي في بالك، ممكن تكون أي لون آخر. هتذكر it is مثلا white. Is it tasty؟ هل هي لذيذة؟ هتقول yes it is. إذا write your favorite food، هتكتب هنا السوب الشوربة. طبعا كل واحد حيختار طعام مفضل عنده ويكتب صفاته إنه هو يجاوب على هذه الأسئلة. أوكي، ننتقل إلى page number 101. In this page activity number 1 بقولنا listen and check then write. هنا حنستمع إلى كلمة كل صورة وحنختار هل نهايتها. طبعا هذا الاكتيفيتي ما حتقدروا تحلوه إلا إذا رحتوا على كتاب الطالب وحضرتوا شرح الوحدة الخامسة لكتاب الصف الخامس الابتدائي اللي هو كتاب الطالب، شرحت بالتفصيل عن هذا الدرس. هنا حنجيب حنقرأ كلمة apples. Apples، هل تنتهي نطقي لهذه الكلمة بالحرف الـ S أم الـ Z أم الـ I Z؟ Apples، إذن هنحط تك على حرف الـ Z. Cookies، نفضت cookies بحرف نهايته حرف الـ I Z، هنحط تك هنا وحنكتب كلمة cookies هنا، انتهت بحرف الـ. Ships، chips، انتهى لفظي لكلمة chips بحرف الاس وحنكتب كلمة chips هنا، انه هي منتهية بحرف الاس وحنكتب كلمة هنا. sandwiches، sandwiches، اذن لفظتها بحرف الiz وحنكتب كلمة sandwiches هنا. اوكي، نروح لأكتيفيتي نمبر 2. write answers، يعني اكتب اجابات. طبعا هنكتب إجابات حسب كل واحد وإجابته، إما yes أو no، لأن السؤال بادي ب do you. Do you have a pen؟ هل لديك قلم؟ قال إما yes I do، إذا كان لديك قلم هتكتبي yes I do، إذا لم يكن لديك قلم هتكتبي no I don't، يعني ليس لدي. طيب السؤال الثاني أو question number 2، Do you have cookies؟ هل لديك بسكوت الكوكيز؟ مثلا إجابة لي أنا هقول No I don't، ليس لدي. Do you have a computer؟ هل لديك كمبيوتر؟ هقول Yes I do، لأنه عندي كمبيوتر. Do you have notebooks؟ اللي هو الدفتر اللي بتكتب فيه الواجبات مثلا، هنقول بما أنه إحنا طلاب أكيد حيكون عندنا notebooks فحنكتب Yes I do. Okay. وننتقل إلى الصفحة التالية. Page number 102. وهذه آخر صفحة في الوحدة الخامسة من كتاب الصف الخامس كتاب التمارين. هنشوف activity number 1. Listen and practice ثم trace. هنا هنستمع إلى محادثة بين فتاتين. هنقرأهم ونتدرب على قراءتهم. Whose hat is that؟ لمن هذه الطاقية؟ ردت عليها Maybe it is Noora's، يعني ربما إنها لنورة. Let's ask her، يعني هيا لنسألها. Ask معناها نسألها، و her اللي هي ضمير الهاء، إذن هيا لنسألها. Okay. In activity number 2 ask and answer، بعدين write. أول حاجة حنسأل عن هذه الصور، هل تعود لنورة أم تعود لفيصل؟ هل هذه الأشياء في الصورة لنورة أم لفيصل؟ طبعا نورة عندها ثلاث أشياء وفيصل عنده ثلاث أشياء. حنسأل بالنسبة لهذه الكلمات وحنقول إنها لنورة أم لفيصل. حنبدأ بالبلاوز. أوكي، هنا بدأوا بنمبر 1. Whose skirt is this؟ طبعا مين عنده التنورة؟ السكيرت، مين اللي عنده؟ نورة، فكانت الإجابة it's Noora's. okay.
طيب ممكن نسأل عن البلاوز، هنقول whose blouse is this؟ طبعا البلاوز اللي هو القميص يعود لنورة، فحتكون إجابتنا it is Nora's. اوكي cap، هنسأل عن الكاب، طبعا الكاب يعود لفيصل، هنسأل in number 3 whose cap is this؟ حتكون إجابتنا it is Faisal's. اوكي هنسأل عن الدرس، الدرس اللي هو الفستان طبعا يعود لنورة، هنسأل in number 4 whose dress is this؟ It is Nora's. اوكي in number 5 عنا التيشيرت، هنسأل عن التيشيرت، هنقول whose t-shirt is this؟ هتكون إجابتنا it is Faisal's، لأنه التيشيرت يعود لفيصل أو ملك لفيصل. in number 6 هنسأل عن السويتر اللي هو البلوزة الصوفية الشتوية، طبعا تعود لفيصل، هنقول في السؤال whose sweater is this؟ هتكون الإجابة it is Faisal's. وبكده انتهينا من شرح الوحدة الخامسة والأخيرة من كتاب الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. أتمنى أن يكون عجبكم الفيديو واستفدتم منه، ولا تنسوا تنزلوا أسفل الفيديو وتضغطوا لي على زر الاشتراك ولايك إذا حبيت الفيديو، وطبعا ممكن تبعتوا لأصدقائكم عشان تعم الفائدة للجميع، وشكرا.